من الواضح أن هناك تخبط، هناك تخبط في إدارة كرة القدم المصرية. ليه في تخبط؟ أقول لحضرتك. طبعا ناهيك بقى عن الحاجات اللي حصلت اللي اتكلمنا فيها وقتلناها بحثا، من نتائج سلبية، من دوري غير منتظم، ولكن لما يطلع امبارح الأستاذ ثروت سويلم يقول لك احنا لغاية النهاردة ما استقرناش على الشكل اللي هيكون بيظهر عليه الدوري المصري الممتاز، وسبحان الله إذ فجأة تلاقي رابطة الأندية المصرية المحترفة منزلة خبر بتقول فيه انتظام أو بدء الدوري المصري الممتاز منتصف شهر أكتوبر المقبل، موسم 2024-2025، على أن يتم حسم الموعد النهائي وشكل المسابقة خلال الاجتماع الذي سيعقد مع أندية الدوري الممتاز خلال أسبوع. طب منين الأستاذ ثروت سويلم بيقول كده؟ ومنين هم بيقولوا إن الشكل الدوري الجديد هيكون مجموعتين وتقليل عدد الجولات ل 26 جولة لكل فريق بدلا من 34 لإنهاء الدوري المصري مبكرا، وسينطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل زي ما قلنا لحضراتكم، وينتهي مع بداية شهر يونيو، ورابطة الأندية تسعى لتطبيق موسم استثنائي في شكل مسابقة الدوري المصري الممتاز، والشكل الأقرب للدوري الممتاز في الموسم الجديد سيكون على دور واحد ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين بحيث يتنافس العشر فرق الأوائل على المربع الذهبي، بينما يلعب أصحاب المراكز الثمانية الأخرى على تحديد ثلاثي الهبوط. طب يعني إحنا نسمع مين فيهم؟ يعني إحنا نصدق مين دلوقتي؟ كلام مسؤولين اتحاد الكرة ولا كلام الرابطة وخبر الرابطة اللي نزل؟ يعني في الحقيقة تخبط واضح جدا ومفيش حاجة تقدر تستند عليها. أتمنى إن هذه الحالة من التخبط ويعني وعدم الاحترافية أقل ما يقال عليها، يعني إن هي تحسم أو تتحسم بشكل كبير. لو إحنا عايزين فعلا نطور ونصلح زي ما كنا بنتكلم وبنقول، لازم بداية الإصلاح تكون على أرض الواقع، مش بس في تصريحات، مش بس في مداخلات، مش بس في كلام على الهوى. أعتقد إن الموضوع بتاع الدوري المصري الممتاز وهذا الملف هيتحسم، وهنناقشه كمان مع ضيفنا بشكل فيه استفادة أكتر. طيب فيما يخص لجنة الحكام الرئاسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلنت قائمة الحكام اللي هتشارك في مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الدومينيكان، واختارت اللجنة الحكمة الدولية المساعدة المصرية يارا عاطف ضمن قائمة حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الدومينيكان، وضمت القائمة 38 محكمة ما بين 12 محكمة ساحة و24 مساعدة و2 حكم دعم، والبطولة هتقام من 16 أكتوبر ل 3 نوفمبر، نموذج مشرف للمرأة والسيدة المصرية، قدوة يحتذى بها لكل مرأة مصرية وحاجة تشرف. بالتوفيق إن شاء الله يا كابتن يارا. فيما يخص بقى أرني سلوت، دايما أول شهر كده بيكون هو الهانيمون لأي مدرب في أي فرقة في العالم، فالبداية بتاعت أرني سلوت كانت بشكل ولا أروع. إزاي كانت بشكل ولا أروع؟ يورجن كلوب في كلمة الوداع لما كان ماشي من ليفربول، الطبيعي والمنطقي ان هو يقول كلمه للوداع او يقول كلمه يودع بيها جمهوره، ولكن على عكس ما حدث، يورجن كلوب بيطلب من الناس ان هم يرحبوا بارني سلوت اللي امام حضراتكم على الشاشه دوت، علشان يبتدي عهد وحقبه وولايه جديده مع ليفربول. ومش اي مدير فني يعمل الحركه دي، لازم يكون يورجن كلوب. يورجن كلوب في لقطه وداعه بدل ما يتكلم عن نفسه وانجازاته وفترته مع الفريق، اتكلم على ارني سلوت، ودي دايما الحاجه اللي بتميز الريدز والانفيلد وجمهور ليفربول في الحقيقه. ارني سلوت كان ليه تصريح في اولى مباريات الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج متوقعا استمرار محمد صلاح في اللعب لسنوات عديده، وقال ارني سلوت في تصريحات لموقع ليفربول: اذا رأيت ما يفعله صلاح للحفاظ على لياقته البدنية كما هي واستعداده للعب في كل مباراة، ستعتقد
أنه سيبقى في الملاعب لسنوات عديدة وعديدة جدا. وأنا بضم صوتي لصوتك يا أرني سلوت. كمان تغنى روبرتسون مدافع ليفربول بما قدمه محمد صلاح، في الحقيقة كان مكسر الدنيا. ودايما تشوف الثنائية ما بين روبرتسون وما بين صلاح والفيديوز اللي بيعملوها. كان ليه برضو تصريح لليفربول اكو، قال ان صلاح رائع، كل موسم يعود في حالة افضل مما كان عليه في الموسم السابق. وتابع اللاعب الاسكتلندي، اعتقد ان الجميع يعرف ان صلاح يعتني بجسده بشكل استثنائي ويفعل كل شيء بشكل صحيح. كل التوفيق ان شاء الله للنجم المصري المتألق في الحقيقة في سماء اوروبا ومشرفنا كلنا. فيما يخص بقى مانشستر سيتي والدوري الانجليزي والمكافآت والقصة والدنيا ايه، في مكافآت لرودري. اولا هيرفعوا عقده بشكل كبير، ده طبعا وفقا لصحيفة ميرر البريطانية، عشان رودري هيكون بيتقاضى 375 ألف استرليني أسبوعيا، والمساواة مع الفئة الأولى داخل النادي واللي بيتواجد فيها الثنائي هالاند وكيفن دي بروين. كيفن دي بروين تحس إن هو بيشوف الملعب بشكل غير أي حد تاني في العالم، عنده رؤية وفيجن مش طبيعية. وطبعا هالاند يعني الناس طبعا عارفة اللي عمله هالاند والأرقام اللي كسرها في أول مشاركة ليه في البريمير ليج. واعتقد ان رودري يستحق. مان سيتي كمان بيسعى لتامين معظم نجومه ومعظم اللعيبه بتاعته عشان يحافظ على السكواد ويحافظ على التيم بتاعه بشكل كبير. عندنا مجموعه من المباريات الهامه النهارده هنستعرضها مع حضراتكم في الجدول او في الفيلر اللي هتشوفوه على الشاشه، وبعد كده هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيفنا اللي هيكون مشرفنا ومنورنا نجم نجوم نادي الزمالك السابق كابتن علاء كمال بعد هذا الفاصل، فنتابعه.